السلام عليكم، معاكم مصطفى من قناه مستر مونتك. في الحلقه بتاعت النهارده هنشرح فيها استراتيجيه كنت شرحت زيها قبل كده. لو تفتكروا يا جماعه قبل كده انا شرحت الاستراتيجيه الخارقه وشرحت الربح على السريع في الحلقات الاولانيه، كنت شرحت موقع سي بي ام لينك. موقع سي بي ام لينك هو من افضل المواقع اللي بتقبل الاستراتيجيات اللي انا بشرحها. تمام، انا شرحت قبل كده موقع بافن اللي هو يعني تطبيق بافن على نوكس بلاير، وعملنا اخفاء مصدر الزياره ب او دبليو ال واي على سي بي ام لينك، وفعلا الناس سحبت والناس كانت مبسوطه جدا من الاستراتيجيه دي. انا عندي النهارده تطوير كبير جدا للاستراتيجيه دي بحيث ان تخلي الربح بيبقى اسرع وافضل واحسن واكبر، وادي اثبات كمان ان الربح وصل. تمام، زي ما انت شايف، وادي واحده كمان لو انت ملاحظ، يعني انا عملت دي وكمان واحده هنا. تمام، يعني كده دولار وكده دولار. اعتقد كده مالكوش حاجه، يعني الاستراتيجيه شغاله 100%، لكن ما اظنش انها تبقى شغاله بعد ما انشر الفيديو ده. اتمنى بس يا جماعه الفيديو ده يعجبكم، واتمنى قبل ما اكمل في الفيديو تنزل تعمل لايك للفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه لو كنت اول مره تشوف حلقات مستر بوم تك. وخلينا على طول نبدا بالحلقه. في البدايه انت هتعمل اكونت على سي بي ام لينك، ولو كنت من القدام في قناه مستر بوم تك هتلاقي نفسك عامل اكونت على سي بي ام لينك. تمام، اول سيب لك رابط اسفل الفيديو تعمل اكونت على سي بي ام لينك براحتك خالص، وبعد كده ترجع تكمل معانا الاستراتيجيه. هنستخدم الاستراتيجيه دي ايه؟ هو موقع واحد او موقعين. تمام، هو هنستخدم سي بي ام لينك اللي هو الرابط المختصر بتاع حضرتك اللي هتستخدمه، وهتستخدم معانا برايفت لينك دوت دي اي، كل الكلام ده اتكلمنا عنه قبل كده. وهنستخدم برضو ايزي هايد في بي ان اللي برضو كنا اتكلمنا عنه في فتره من الفترات بالتفصيل، واتكلمنا عنه وحطينا رابط التحميل بتاعه، ولكن هحط لك برضو رابط التحميل بتاعه اسفل الفيديو. معلش انا بتكلم بسرعه عشان الحلقه دي بسيطه وسهله وما فيهاش اي مشاكل. الخطوات ايه؟ الخطوات هي كالاتي: هتجيب الرابط المختصر بتاع سي بي ام لينك داشبورد. اعتقد ان كل الكلام اللي انا قلته في الاول ده كمان بس يعني بعرفك اللي هيحصل. هنجيب بس الرابط المختصر كده اهو، كوبي لينك لوكيشن، بعد كده اهو برايفت لينك دوت دي اي، وبعد ما اختصر الرابط هناخد ده بس كده، نروح عنده ونقول له كوبي لينك لوكيشن. كده هنخرج بقى من ده وهنخرج من ده، نعمل له لوج اوت. تمام، تمام، هنا عندك 110، نعمل له لوج اوت ونخرج منه خالص، ونخرج اصلا من المتصفح خالص. هتقوم رايح عند ايزي هايد في بي ان. تمام، ايزي هايد اي بي في بي ان. طيب تمام، هنعمل ايه؟ هتروح عند اني كونتري دي وتنزل تحت خالص عند يونايتد ستيتس، تقول له كويك كونكت. بمجرد عمل كونكت كده، تمام كده انت عملت كل اللي انت عايزه، تخش على طول على المتصفح فايرفوكس وتقوم على طول حاطط الرابط، تقوم عامل كل حاجه تمام. لكن في ميزه في الفايرفوكس اللي انا هحطه لك اسفل الفيديو. فايرفوكس اللي انا هحطه لك اسفل الفيديو ان هو بيعدي الاختبار بتاعهم، الاختبار اللي هو يا جماعه بتاع ايم نوت روبوت والكلام ده، ان هو بيعديه بيخليه يجي علامه صح مباشره. تمام، تمام، على طول. هو هنا طبعا الفي بي ان بيبقى بطيء نوعا ما، لكنه هيمشي معاك ما تقلقش. طيب تمام، طبعا عشان ما نتكلمش كتير، الفي بي ان ده لسه له نص يوم تقريبا عندي. تمام، نص يوم والفي بي ان ده هيخلص. طيب في في بي ان تاني يا شباب، انتوا اللي عارفين بقى، انا كنت سالت لكم قبل كده على في بي ان وانتوا اللي عارفين. تمام، هنضغط بس هنا زي ما انت شايف، عامل علامه صح مباشره من غير ما يطلب منك اي حاجه. 3 2 1 وانتهى جيت لينك كده، مبروك. الموضوع بسيط جدا وسهل جدا، استراتيجيه بسيطه. نشرح كده الاستراتيجيه من الداخل. تمام، هقول لك ايزي هايد في بي ان بيخفي المكان اللي انت فيه، بيخليك في الولايات المتحده. تحب اكد لك؟ هاكد لك، حاضر. زي ما انت شايف احنا اهو، تمام احنا اهو، ده مش الاي بي بتاعي. حلو قوي يا شباب، حتى هنا اللوكيشن مش عارف يجيب اللوكيشن بتاع الولايات المتحده، حتى اللوكيشن مش عارف يجيبه. زي ما انت شايفين حتى نفس الاي بي، نفس الاي بي بتاع فلوريدا، زي ما انت شايفين نفس الاي بي اللي هنا هو هنا الاي بي. تمام، يعني الموضوع هنا سهل جدا، مالكش دعوه انت هنا بيقول لك 33% والكلام ده، سيبك من الكلام ده كله عشان دي بتاعت حاجات تانيه اصلا مش تبعنا. تمام، هنا بيقول لك يونايتد ستيتس، يعني الدنيا هنا تمام قوي وانت مخفي. تمام، طيب حاجه ثانيه بقى، النسبه دي هتزيد امتى؟ بتزيد لما انت بتستخدم برايفت لينك دوت دي اي. برايفت لينك ده بيعمل ايه بقى؟ بيخفي لك الفايرفوكس، وبيخفي لك ويندوز 10. تمام، بيخفي لك الدنيا دي كلها، بيخليك كله انون. انون يعني ايه؟ يعني غير معروف، ما يقولكش ولا هيقول لك الفايرفوكس ولا هيقول لك ويندوز 10 ولا هيقول لك اي حاجه. تمام، بيخفي لك رقم البورده والكلام ده كله. لكن المشكله يا شباب، انت لو استخدمت الاستراتيجيه دي زي ما انا بشرحها، يعني حاجه اكيده ان هي هتتقفل، اكيد هتتقفل. تمام، وانتوا كده هتقطعوا عيش ناس كتير بتستخدم الاستراتيجيه دي وغيروا فيها حاجات وكده، والناس اللي فعلا بتشتغل بجد في الاستراتيجيه دي وبتكسب منها فلوس كويسه. فاتمنى يا شباب بس كل اللي بيستخدم الاستراتيجيه دي يستخدمها صح،
ما يستخدمهاش طول الوقت عشان ما تتقفلش. انا سحبت منها مرتين، فاتمنى شباب بس ان انا ما ندمش يعني ان انا نزلت شرح زي ده. فيا ريت يا ريت يا ريت، طبعا انتم ما فيش اغلى منكم ان انا انزل شروحات زي كده، ولكن يا ريت شباب تهدوا بس على الاستراتيجيات دي شويه لحد ايه ما الناس تعرف تستخدمها صح. كان معاكم مصطفى من قناه مستر مونتك، اتمنى الفيديو عجبك، لايك الفيديو ويا ريت تعمل سبسكرايب للقناه عشان تعمل شير للفيديو ده عشان يوصل لكل الناس عشان تقدر تستخدم الاستراتيجيه دي. ولكن زي ما قلت استخدموا الاستراتيجيه دي على الهادي كده عشان الناس كلها تستفاد. كان معاكم مصطفى من قناه مستر مونتك مره تانيه، شوف شفت الفيديو، اشوفك ان شاء الله في الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.